فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه الآية أنا من هنا بذكر بها الصوفية جميعاً والرؤوس خاصة الصوفية الفوق على راسهم البرع طبعاً مات لكن اللي ذلك وحامد بابكر والدكتور الضال قال المطر بتجي بيجيبوها الشيوخ الخنجر وما أدراك ما الخنجر. بذكر بها هؤلاء الصوفية، أي صوفي من كبير لصغير، الآية دي يا صوفية ربنا بيحكي عنها عن ناس مشركين، مشركين جد جد، مجمل أخبتهم مشركين جد جد. ربنا بهذه الآية بيقول المشركين دول بيدعوا وبإخلاص كمان. يا خنجر ما مرت بالآية دي، يا خنجر ما مرت بالآية دي، يا لذلك ما مرت بالآية دي. ربنا قال فإذا ركبوا، أي دول المشركين الكبار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله كيف؟ قال مخلصين له الدين، كمان ما دعوة شبه شبه، دعوة بتاعة إخلاص، قال مخلصين له الدين. تعالنا شوفنا سياقك البرع هنا قال كيف؟ البرع في الحتة دي بيقول إذا ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل. سقط البرع وسقط ونجح المشركين الأوائل في هذا المكان. مشركين الأوائل قالوا يا الله وبإخلاص، الكلام ده ما جابته الدار ولا تهور عشان ما ادعي لك يا صوفي، قالوا الله، قال مخلصين له الدين كمان بإخلاص، وده مشرك، ده مشرك والله قاطع الشك، وحاليا هو في النار، حاليا هو في النار. نؤمن بالكلام ده ونؤمن كمان بالصحابة حاليا هم في الجنة، لأن ده القرآن ده كلام الله. ومن عزه من الله غيلة ومن عزه من الله حديثا. فهنا الصوفية جاءت ساعة الجد ساعة الحارة، وفي ساعة حارة ساعة كله بنادوا غير الله، لكن ساعة الجد بنادوا غير الله كمان زي ما قال البرعي وغيره. البرعي قال بناديهن بناديهن في كل قضية، بناديهن حيين ميتين بناديهن. رأيك شنو يا صوف؟ رأيك شنو؟ برعي قال حيين ميتين بناديهن، حتى ربنا هلك وريح منه البلاد والعبادة. أوعك تقول لي ما هلك، أوعك ما تموت لما نعرف حاجة، لأنه كلنا حموت. برعي غيره القدامة كده بموت. ربنا كتل الأنبياء، خلي البرعي الأنبياء، ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت ده أي ذات بيموت، ما تقول لي الشيخ بيقوم، والله ما بقوم تاني، ما بقوم نهاية، والله لو حي ذاته ما يقوم، والله لو حي، وهو ما حي مات، لكن لو فرضنا حي هو تدفن قدامنا ما نموت. فالآية دي أنا بذكر بها الصوفية، المفروض يرجعوا ويتوبوا لله عز وجل، ناس الخنجر ولذلك وحامد بابكر وغيره وغيره من الصوفية، صايم ديما غيره، يرجعوا يتوبوا، لأنه العمر ده سريع، حتموت يا صوفي، أنت حتموت. وأنا متذكر الناس دي كلهم القدتهم دي ما في ذول صغير، ما في ذول عمر عمر الزهور عمر المرة زي ما قال الفنان، لا، كلهم عمرهم تط السبعين والستين، أنا متأكد، أنا متأكد. فلا بد يا صوفي تتوب، والله والله داري لك الخير، داري لك الخير، داري إنك ترجع تنادي الله براه، ما عندنا معك مشكلة، في شنو؟ في شنو؟ تنادي الله براه. عشان كده ده المشركين اصليين ربنا حكى عنهم، والكلام المفروض نتعظ منه جميعا، مسلمين صوفيه غير صوفيه، ربنا بيحكي عن مشركين جد جد يا جماعه، مشركين جد جد. ساعة الحاره بيزعلوا الله براه، ربنا قال فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. الشرك بيعملوا متين بعد ما ينجوهم بغد، بنادوا اللات والعزة، أما تحت الحارة بنادوا الله براه. والمشركين القاعدين ديل حاليا في السودان وخارج السودان بنادوا الكبار كلهم بنادوا غير الله، تحت الحارة وتحت الخير. وشفت واحد قبيل في اليوتيوب واحد صوفي مصر ربنا هلك امبارح ولا ليل ريح منه البلاد والعباد، ده بنادي ده طاغوت كبير ربنا هلك، جايبينه عامل كده زي الموتر الهجو، بتموت ما فيها حاجه،
لانه كان بينادي غير الله. هذا المصري كان بينادي غير الله، انا شفته بين زول سمين والله رقبته من راسه ما تعرفه. قدر الراس قدر الطوب العالي بعد ده بنادي غير الله. قدر الطوب العالي راسه قدر الطوب العالي. طوب العالي شايف؟ بعد ده الراس ده مديك لامه. ما ممكن كون الراس يكون قدر الطوب العالي وتكون مؤمن ماله كويس. عن راسك ده لو بقيت مؤمن ضرب طيب واحد صوفي طاح تطرش هناك كويس. لكن لما تكون راسك قدر الطوب العالي وذول مشرك ما عندك فايده. ما عندك فايده. لانه يا جماعه الصوفيه في البلد دي والله يا في واحد ادروب والله ادال واحد بني هنا في الخرطوم دي واحد ادروب شاكل واحد ادروب بيقول اللي بيجيب الجنة الله ده ادروب بيقول للزول له الكلام ده في مجة الحلقة بتاعت الخرطوم كانت هناك وده بيقول له الجنة بديه الشيخ الكباش ده الشيخ الكباشي ادروب بيقول الله الكباشي ده بيقول الله ده ادروب في النهاية ادروب قام ذهي منه قال اللهم تقبل مني وداه واحد رشا هنا قال لي هذول جانا بديه الله يا كباجي بتاع شنو ففي ناس بالبلد دي دايرين شغل زي ده يا اخي اللي تفهم تقول له الجنه بديه الله تديه كده في صوفيه كده والله يا جماعه وديل انا ما بنوع ليه لانه شنو انا المصيبه الكبيره كما ذكر الشيخ محي الدين من قبلي على الناس على الحق الناس المدعين الحق ها تكبر لكم ذو زي ده ها تشكروا وتاكل معاه ما عارف سمك وتاكل معاه رز مفلفل رز مفلفل بتاع شنو؟ رز مفلفل ما تاكلوا مع اخوانك السلفيين ما بتاكلوا بتاكلوا لو جيت للسلفيين والله يوكلوك رز مفلفل لما تطرش السلفيين ديل ما شاء الله موحدين تمام حتى احنا ما شاء الله قعدنا هنا شاي ساي نطرش شاي ساي بس شاي زي والله يشبعوك شاي بقيت الغام دي جاي من الحرم بقيت انت عطارتنا ده الكباجي يشبعوك نام انت تكيف السلفين فدار هنا انصار السنه زي ما قال دعوتنا وينه وين دعوتنا يا جماعه وين انصار السنه وين انصار السنه لانهم بيشكروا في الجماعه ديل بيشكروا في الجماعه ديل الناس ذات اللي بيقولوا غير الله بيخلق وبقولوا غير الله بيدي الجنه وبقولوا المطر بيجيب الشيخ دي الناس الخنجر وزي ما قال حزي الخنجر قال لهم نحن ما بنتفق مع الوهابيه الخنجر ذاته ها لما ذكر الشيخ والله يمكن تتفقوا يا خنجر مع الصوفيه تتفقوا مع انصار السنه بطريقتكم تتفقوا مع الاخوان المسلمين بطريقتكم تتفقوا مع الشيعه بطريقتكم لكن مع السلفيه لا يمكن نتفق والله يا خنجر ها مع السلفيه لا يمكن نتفق مع الصوفيه نحن ذاته ما دايرينك لان ذول مش بتنادي غير الله بتقول غير الله بتبيع ها بيجيب المطر كيف نتفق معاك لكن ده ان دل على انه هذه الجماعه انتهت يا جماعه وده كلام اهل العلم اللي كان زمان بيقولوها للعلم قالوا انصارتنا ديل انصار بدعه وانصار مال وزمان كان بنقول انصار السنه اخوان مسلمين اليوم الرؤوس بدع انصار السنه بيقفون حدين صوفيه عديد رايكم شنو؟ صوفيه طابعين للطريقه الكباشيه ما تستغرب كلام ده حاصل ما جابوا لك ها طابعين للطريقه الكباشيه ها ناس المركز العام دين ناس الكباشي شيخ عبد القادر الجيلاني ها شيخنا الجعلي اللي هي الطريقة الكباشية اللي هي الطريقة الكباشية والناس من زمان كانوا بيمدحوا الصوفية من زمان بيمدحوا الصوفية ما الليلة ولا 2009 من قبل 25 سنة شيخ الهدية كان بيقول أنا بحب البرعي جدا هذا مسجل عندي هنا مسجل عندي شيخ الهدية قال أنا والله بحب الشيخ البرعي جديد بالله والله يا لو كان خير قال بحب منه نانسي عجرم انا قال كان خير والله هاي حرام لكن دون تحب دول يا بنادي غير الله دون نشر الشرك تحبه دون نشر الشرك تحبه وده عامل فيها ده كان رئيسا صار السنه تقول بحب البرعيه وتقول ده ما عندي مشكله مع الصوفيه نحن الصوفيه عندنا مشكله معاهم في طين في الدين ده صوفيا لانه نشروا الشرك ها وضيعوا البلد وضيعوا العباد وضيعوا البلاد واليوم المعيشه الطنكه دي قاعده تسوي فيها مو
معيشة الضنكة دي السبب فيها الصوفية. الصوفية بمساعدة الإخوان المسلمين المسلمين. وفي أحد الجرائد في أحد الجرائد السيد الرئيس عمر البشير حفظه الله قال أنا أتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين في كل العالم، ونحن نتبرأ الآن برضو أيضا. والله إذا الرئيس ذات حفظه الله ما تقول لي بدي قروش، لا لا لا، ده دين. ها رضوان قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع للحاكم. فالدعوة دي من بعض الله سبحانه وتعالى. الحكومة ما منعانا الدعوة في أي مكان بنتكلم، نضع الله أن يثبتها ويعين على الحق. ها الرئيس ما تخاف، قال لك اتكلم في الإخوان المسلمين في الصوفية صار صنة ملك لك، قال كله اتكلم. ده الرئيس قال اتكلموا، لأنه في جريدة تاني قال أي دول عنده كلام يقولوا على الهوى الطلق. نحن حتي حتي في هوا بارد، في هوا بارد ده يعطوا فيها. الرئيس قال كده، قال على الهوى الطلق، وانا حتي متكيف جدا راسي طاقي تيش انت على الهوى الطلق. الصوفية باطل، الرئيس قال اتكلم على الهوى الطلق. الاخوان المسلمين باطل، جماعة انصار السنة باطل، ترورية باطل، كله شيعة بلاغاتية بتاعنا العفش بتاعنا الليمون كله باطل. ده الرئيس، عندك كلام في الرئيس؟ الرئيس قال اتكلم على الهوى الطلق. وحتى الآن دي آخر كلمة أختم بها، دي رسالة من هنا نحيي السيد الرئيس، لأنه من بعض الله سبحانه وتعالى الدعوة دي حتى قاعد نتكلم في كل مكان. وزي ما قال حتى في المساجد ذات حتى الكاتبين فيها ممنوع التحدث ذات. أنا مرة بيما أتكلم في مسجد أول يوم بدون حاجة خفيفة، بجون تاني بردومه بتعمل مشكلة بفوت بخليهم تاني، ما بجون كله بفوت غيره كمان. انت خلاص دورت خليته مولع مش مسجد تاني، مساجد ما قديرة ما داي ولعها هنا خليهم يقوموا ناس اللجنة. انت مش عامش المسجد التاني كل يوم، المساجد دي كثيرة كثيرة، مساجد كثيرة كل يوم مسجد 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 بتاع انصار سنة بتاع صوفية اخوان مسلمين. بس اول حاجة تعلموا من راح لقيتوا الناس كويسين اديهم حاجة بسيط، تعال تاني يوم اردمهم كلهم بكوركم انت اطلع، بيكونوا عرفوا حاجة. فنظر الله ان نرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، واقدم من بعد.